رئيس الوزراء اللبناني السابق الملياردير رفيق الحريري والمقتول غدرا في سنة 2005 رحمه الله تعالى، والذي يمتلك امبراطورية مالية ضخمة وله العديد من المشاريع التجارية والمساهمات الخيرية التطوعية داخل لبنان وخارج لبنان، حتى صنف أنه من أغنياء العالم، في أول حياته نام في مطبخ. نعم، نام في مطبخ. اسمعوا القصة. في منتصف الستينات الميلادية كان رفيق الحرير رحمه الله يدرس في جامعة بيروت العربية، وتعرف على نضال البستاني عراقية كانت تقيم في بيروت آنذاك، وتزوج بعد ذلك. ولشدة حاجته ولأنه كان لا يملك شيئا، لذلك كان يعمل في فترة المساء محاسبا في إحدى الصحف اليومية. لما تخرج هو وزوجته عمل مدرسين في جدة براتب 900 ريال. ثم في يوم من الأيام رجع رفيق الحريري إلى لبنان لإكمال دراسته، ولم يستطع أن يحضر زوجته مع ابنه لكونه قد لا يستطيع تحمل تكاليف السفر، فرجع إلى بيروت والتقى هناك براوي القصة العراقي علي القاسمي حفظه الله. راوي القصة الأديب والمفكر العراقي الدكتور علي القاسمي، والمتزوج من بتول البستاني أخت زوجة رفيق الحريري في ذلك الوقت، يقول: كنت أقود سيارة الفليكس في بيروت ومتوجه إلى حمانة، فرأيت رفيق الحريري يمشي على رجليه. قلت له: ما عندك؟ قال: أنا تو انتهيت من الاختبارات الماجستير وموجود في بيروت. قلت: تفضل عندنا في الغداء. قال: فانطلق معنا وتغدى معنا في حمانة. فلما أظلمت الدنيا قال: رجعني بيروت. قلت: والله أنا ما أمشي في السيارة في الليل. قال: طيب أنام عندكم. قلت: والله ما عندنا إلا شقة فيها غرفة ومطبخ وحمام، وين تحب تنام؟ قال: طيب أنام في المطبخ. قال: ففرشنا له فراشا على الأرض فنام في المطبخ. يقول: كلما مررت بفلل وشركات وعقارات وأملاك رفيق الحريري رحمه الله تذكرت نومه في المطبخ. رب نائم في المطبخ صار غنياً.